برضه من ضمن الحاجات التانية اللي بتخلي نسب الجواز يمكن بتقل شوية، ان هو يعني في ناس عايزة تحقق دايما يعني ذاتها، اللي هو تحقيق الذات والطموح طبعا، اللي هو ده مهم جدا في حياتك كمان ومستقبلك. انما يعني بيوصل كده ساعات لمرحلة ان ممكن الشباب وهي بتشتغل مثلا شوية، فربنا كرمه فهو عايش لوحده، عايش بطوله يعني، فالامور ماشيه معاه كويس، بيقعد مع اصحابه، يسافر، يروح يجي وقت ما هو عايز، فالامور بالنسبه له هو حر نفسه، فبيحس هنا ان هو يعني ممكن يكبر في يا وقته جماعه في ان وقت هو او هي، بالظبط، معلش يكبر عشان فاروق بيقول هو كتير. يعني اتفضل. يكبر في وقت قليل. نفس الكلام على فكره هنا اصعب للبنت، خلي بالك بقى، وهنا الفكره بتكون اصعب شويه لما تكون هي مستقله بذاتها. لما تكون البنت هنا مستقله بذاتها وبتكبر وبتحقق حلمها وطموحها دايما، وبتلاقي نفسها ان هي كل مره يعني ربنا بيكرمها بحاجه اكبر، بتحس ان هنا ممكن يعني يبقى في استغناء شويه عن الراجل. خلي ده مش بالك من حقيقي. دي، مش كلهم بيفكروا كده، بس انا كنت قبل كده قاعد مع ناس مثلا بيفكروا بشبه الطريقه دي، ان هو ممكن البنت تقول لك ايه، طب انا عايز راجل في حياتي، طب ما انا محققه ذاتي، ما ناجحه، ما انا ما شاء الله سيده مجتمع قد الدنيا. كل واحد طبعا وطريقه تفكيره المختلفه. بالظبط. في واحد تاني ممكن لما بيحقق ذاته، او هي كمان لما بتحقق ذاتها وطموحها بتزود بقى الموضوع، تقول لك انا عايز اخلف، عايز اكبر، عايز اعمل عيله. وفي حد تاني يقول لك لا، انا بيزنس مان، انا بيزنس وومن.